رأيك ايه في الكلام ده؟ طبعا مفيش يعني احسن كده، مش عارفه اقول لك ايه. بس انا عايزه اقول لك، انا اول مره في حياتي ادخل في حاجه كده، يعني اول مره في معلش حياتي. ما اعرفش، انا مش عارفه بجد، مش عارفه ايه اللي بيجرى. انا بيحصل فيا كده ليه يا ميرا؟ ليه على طول كل شويه بيحصل فيا حاجه كده؟ يعني مبقتش فاهمه بجد. عشان لازم تخلي بالك والشغل، اكتر. الشغل كان يعني كان الشغل الاول بيخليني على طول مشغوله، وعلى طول عندي حاجه بعملها. بس عشان ما فيش شغل خالص يعني الاخر اخر كام سنه، الواحد يعني مش عارف يعيش في بيس خالص. جماعة شيلوا انت الصور دي من حضرتك جنبي ليه بعد كده؟ إذنكم، وحطوا صورة حورية بس، ما تحطوش صور الشخص ده تاني جنبي. قولي يا حورية أنا معاكي. انت جاي من العراق علشان انت عشان تعمل ترند ما عليا انا؟ ليه يا ابني؟ انت ما كنت تعمل ترند عندك في بلادكم؟ يعني ليه ليه؟ والله العظيم انا ما كنت عايزة اطلع في اي برامج، علشان انا يعني انا اتاري الناس زهقت من اخباري ومن، لا 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 لا، ما حدش زهق من اخبارك. لا لا، ما حدش فقلت زهق من ان انا اخبارك. يعني اخليني ما اطلعش في حاجة خالص. هو بقى ده اللي انا جاي من العراق ومش عارفة ايه ومصاريف يعني اتكسفت في الاخر. بس انا بصراحة انا ما كنتش عايزة اعمل، بس يعني اتكسفت. جاي من العراق مخصوص، وهو بيحاول بقاله 3 اسابيع، فكسفت على دمي. يعني انا قلت طب بصي، هو اللي انا متاكده منه ان هو هيدفع ثمن الغلطه دي غالي قوي على فكره، لان هو يعني حتى لو مش بالقضاء فقط، ولكن خسر كتير قوي بالحركه اللي هو عملها دي، خسر كتير كتير. بصي، اصله الاعلامي ما عندوش غير سمعته انا بقول ومصداقيته. لك، انا حاسه. وما انت لو شفتي الحلقه، انت مش هتصوري الاسئله اللي سالتها. ايه الاسئله بقى؟ عايز اقول لك ان اسئله اوفر، يعني او يعني اوفر. يعني مثلا كلمني، مثلا فاضل ماسك على مشهد، كلمني شكرا بتاع الكمبيوتر، خلاص عمال يكلمني على المشهد ده. وإذا كنت أنا عملته بمزاجي ولا غصب عني؟ فقلت له، في أول حاجة مفيش حاجة اسمها غصب عنك أستاذ خالد يوسف، مش هخليك تعمل حاجة غصب عنك. لكن أنا معاك إن المشهد جريء، لكن في نفس الوقت المشاهد مش غبي علشان يصدق إن بنت قاعدة على كمبيوتر ولابسة يا دوبك النضارة، وهو الراجل عمال يبعت لها فكرة شحن. وسألك ايه تاني غير السؤال ده؟ ايه سؤال تاني ما عجبكيش او شفتيه غير عشان لائق؟ ده من ولا حاجة. وسألني على المشكلة اللي كانت بيني وبين مصطفى شعبان، وحكيت له قلت له احنا متصالحين دلوقتي ومفيش أي مشاكل بيني وبين أي حد. قال لي انتي عمرك عملتي دور واحدة لسبيان؟ هو سألك كده، سألك السؤال ده؟ اه، طب ما انتي المفروض ان هو مذاكر ادوارك كويس قبل ما يقعد معاكي، يعني ما بقولك هو عايز اي سؤال يفرقع. عايز اي سؤال. وانا مشكلة ان انا ايه بقى، بمنتهى البرود، عارفة البرود اللي في الدنيا، كنت انا باردة. يعني هو سألك سؤال ان انتي قمتي مثلتي دور بالشذوذ قبل كده ولا لا؟ فيعني وانتي معروف ان انتي ادوارك، ما هي معروفة، ما قدمتيش نوعية الادوار دي، فبيسألوا ليه أصلا؟ لا بس انا في فيلم مع ليلى العلوي، عملت مشهد مش عارفه دي ولا حاجه. عملت دور لازم،